السلام عليكم متابعي قناة رحلة. توصف الكلاب بأنها أفضل صديق للإنسان، وامتلاك كلب يمكن أن تكون فكرة إيجابية وتجربة ممتعة لجميع أفراد العائلة، في حين أن جميع الكلاب يمكن أن تكون خطرة وبعضها أكثر خطورة من غيرها، إلا أن بعض سلالات الكلاب تعد الأقوى والأخطر، وهي بطبيعتها مخلوقات عدوانية وعنيفة. ووفقا للجمعية الطبية البيطرية الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، تم تجميع أكثر 10 سلالات كلاب تعد الأخطر في العالم، والآن سوف نلقي نظرة عليها وسنبدأ من أقلها خطورة. لكن قبل التعرف على هذه الأنواع الشرسة، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو لنعرف مدى اهتمامكم بهذا الموضوع. تمتاز هذه السلالة بالنشاط والحيوية والقوة والذكاء، وتعد أول سلالة تنتشر في أوروبا وآسيا وإفريقيا، وكان يستخدمها الإنسان بالحروب والصيد وقيادة الماشية وحراسة الحدود. أما الآن فقد أصبحت رمزا لرجال الإطفاء الإنجليز. في الحقيقة، رغم أن هذه الفصيلة من الكلاب تمتاز بالعدوانية تجاه البشر، إلا أنه إذا تم تدريبها من الصغر فإنها ستصبح ودودة ولطيفة جدا. ومعظم الأوروبيين يربون هذه الفصيلة لجمالها وشدة طاعتها لصاحبها. تمتاز هذه السلالة بأنها ممتلئة الجسم ومتوسطة الحجم، ذات شعر قصير وفكين قويين جدا، والعضة الواحدة منها يمكن أن تقتل أي فريسة كبيرة. وتصنف هذه الفصيلة بأنها واحدة من سلالات الكلاب الخطرة، بل الخطرة جدا، لأنها تكون شديدة العناد وقوية جدا، مما يجعلها أكثر صعوبة لتقبل التدريب. وإذا تركت لتنمو من دون أي شكل من أشكال التدريب، يمكن أن يتحول كل كلب منها إلى كلب عدواني لدرجة كبيرة جدا. يسمى هذا النوع أيضا الكلب الكناري، وقد اكتشفت هذه السلالة أول مرة في جزر الكناري في إسبانيا. وتمتاز هذه السلالة بكبر حجمها وكثرة عضلاتها، وقد كان الإنسان في السابق يدربها للصيد والحروب، وجاء التجار الإنجليز إلى جزر الكناري حاملين معهم تجاربهم مع الكلاب، فأصبحوا يربونها لتتصارع فيما بينها حتى أصبحت تربى كجنود ومقاتلات عندهم. وفي الوقت الحاضر يستخدمها البشر في الحراسة وقيادة الماشية. قد تبدو هذه السلالة صغيرة وجميلة، ولكن الشكل ليس كل شيء، فهذه السلالة تعد تربيتها هي الأصعب، ويحتاج مربيها لصبر كبير لأنها عدوانية أكثر من المتوقع. وتمتاز هذه السلالة بكثافة فروها الذي يتركز أكثر حول رقبتها، مما يجعل شكلها مثل شكل الأسود. وتمتاز أيضا هذه السلالة بأنها سلالة كسولة جدا. وعامة فقد انتشرت هذه الفصيلة كثيرا في الولايات المتحدة، لأنها تشبه فصيلة سامويد التي تمتاز بأنها جميلة، وسعرها يتراوح بين 3000 دولار و4000 دولار. من منا لا يعرف هذه الفصيلة، والتي شاهدناها كثيرا في الأفلام البوليسية. وتمتاز هذه الفصيلة
بالذكاء والإخلاص، ولكن إخلاصها لن يكون بطبيعة الحال إلا لصاحبها فقط، فهي تكره الغرباء ولا تحب المنافسة مع غيرها من الكلاب. وقد أصبحت هذه الفصيلة من أهم كلاب الحراسة والحرب، لأنها شجاعة ولا تخاف من أي شيء، ومتوسط عمرها من 10 سنوات إلى 12 سنة. ومما يزيد من خطورة هذا النوع من الكلاب أن عضته لا يمكن الإفلات منها إذا أطبق فكيه على الفريسة. يمتاز هذا النوع بالمزاجية، فإذا شعر بخيبة الأمل والملل يصبح عدوانيا ومدمرا للغاية، لذلك هو بحاجة كبيرة للاهتمام والكثير من اللعب. ويمتاز أيضا بحجمه الكبير جدا وقدرته على التحمل، لذلك يستخدم هذا الكلب في المناطق الباردة لجر العربات. ومتوسط عمر هذه الفصيلة من الكلاب يتراوح بين 12 إلى 14 سنة. استخدم هذا النوع من الكلاب في الماضي لنقل البضائع على المزلقة، فهي تعيش في المناطق الباردة والقطبية، وتعد ذكية ونشيطة، وتحب العيش مع أعضاء آخرين من نفس سلالتها، وتشبه هذه السلالة في طباعها الذئب أكثر من الكلب، فهي تعوي كالذئاب ونادرا ما تنبح. تكمن خطورة هذا النوع في كونه يعيش على مبدأ لا شيء في الحياة دون مقابل، فهو لذلك عنيد ومسيطر. وقد سجلت 15 حالة وفاة في الولايات المتحدة سنة 2000 بسبب عضته. كلب الجرماني شيبيرد، ويسمى أيضا الراعي الألماني، وسمي بذلك نسبة إلى بلده الأصلي ألمانيا، وهو كلب متوسط الحجم يشتهر بوقفته المنتصبة. يستخدم الراعي الألماني ككلب شرطة وفي الحروب، وأيضا لتعقب المجرمين، بل والكشف عن المواد الممنوعة مثل المخدرات والمتفجرات، ولتحذير الجنود أيضا من وجود أعداء. وتمتاز هذه السلالة بذكائها وسرعتها وقوتها، بل وسهولة تدريبها على طاعة الإنسان. ويعد هذا النوع من الكلاب من أكثر الحيوانات شعبية في العالم، ومع هذا فهو لا يطيق الغرباء أبدا. وعامة يتصف هذا الكلب بكونه ذا فك قوي وعينين مستديرتين. أما متوسط عمر الجرمان فيتراوح بين 7 إلى 10 سنوات. الروت يعتبر من أشرس الكلاب، فهو يمتلك فكين قويين وأسنان كاملة وفم كبير وجسد ذو حجم كبير. وبسبب هذه المميزات وغيرها فقد شارك خلال الحربين العالميتين، فكان يستخدم لنقل الإسعافات الأولية والحراسة والبحث والإنقاذ. تحمل هذه الكلاب الغريزة العدوانية منذ صغرها، ولكنها رغم ذلك فهي مولعة بالأطفال ومطيعة جدا وحريصة على العمل. ولكن ما يميز هذا النوع من الكلاب أنه يستطيع السباحة بمهارة، وتعتبر نقطة ضعفه الوحيدة أثناء القتال هو ذيله، فيقوم مالكه غالبا بقطع ذيله وهو صغير. هذا هو أشرس الكلاب، وهو أيضا الكلب الذي تخافه جميع الكلاب الأخرى، وهو المهيمن على الجميع. وهو كلب هجين من عدة فصائل كلبية، يمتاز بقوة كبيرة وشراسة أكبر، وكأنه خلق للقتال والتدبير فقط. يمتاز هذا النوع عن غيره من الكلاب بأنه لا يترك منافسه على قيد الحياة، فيقفل فمه على الفريسة
حتى تفقد حياتها، وله سوابق كثيرة في القتل حتى البشر لم يسلموا منها. وقد فرضت شركات الطيران قيودا على السفر جوا لهذه الفصيلة الخطيرة، وأيضا رفعت شركات التأمين أسعار التأمين عليها بسبب عدوانيته المتكررة. وقبل أن ننهي الموضوع، إليكم بعض الإحصائيات التي نشرها أحد المواقع الأمريكية المتخصصة عن الكلاب وعدوانيتها. هناك ما يقارب 5 ملايين حالة عض سنويا بسبب الكلاب في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، 1 مليار دولار سنويا هي التكلفة التي تترتب على الحكومة الأمريكية وشركات التأمين بسبب حوادث الكلاب، 1000 شخص يوميا تتلقاهم مستشفيات الولايات المتحدة ويحتاجون إلى رعاية طبية بسبب عضة كلب. الأطفال هم الضحايا الأكثر شيوعا بسبب عضات الكلاب، وغالبا ما يعانون تشوهات بسبب ذلك. في الختام، اكتبوا لنا في تعليق ما هو أكثر نوع من هذه الكلاب أثارت دهشتكم واستغرابكم. كما لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو جديد بحول الله.